حسن، عمي علاء الدين، ما رأيك لو نستريح قليلا؟ لا يا سندباد، أعتقد أنه يجب متابعة المسير. وإلى أين يؤدي هذا الطريق؟ إذا مضينا عبر الجبال قد نبلغ بغداد قبل الوقت المقرر بعشرة أيام. عظيم، أنت تعرف كل شيء. طبعا، لأني أمضيت في الأسفار أكثر من 10 سنوات. اسمعي. ياهو، إنه حارس الجبل. حارس الجبل؟ هناك حقا من يحرس الجبل؟ هذا اسم تعرف به الرياح الجبلية، وحين تهب الرياح يبدو صوتها مثل الزئير. الآن فهمت. النجدة! ما هذا الصوت؟ ربما كان أسدا. هل أنت بخير يا عمي العزيز؟ من؟ علي بابا. سندباد، قل لي يا سندباد، من هذا الولد المتدحرج كالحجر؟ إنه علي بابا، هو من أصدقائي يا عم. سندباد، من يكون هذا العجوز صفاء؟ اسمه علاء الدين، له لسان حاد لكنه رجل حكمة وطيبة، منذ افترقنا وأنا أسافر معه يا علي. فهمت. عمي علاء الدين، أنا اسمي علي بابا، أهلا وسهلا. تكون صديق لسندباد، إذا أنت صديق لي. علي بابا، قل لي كيف كانت أحوالك؟ صحيح، سمعت النجدة، أظنك أنت قلتها. سمعتها حقا؟ في الواقع سقطت من على الجبل، كنت أصارع شخصا قويا فوقعت، لم يكن حظي جيدا أبدا هذه المرة، أبدا أبدا. إنه الأسد كما سبق وقلت. الأسد؟ أنت تمزحين، الأسد لا شيء أمامه، إنه مخيف فعلا، إنه وحش كبير، حجمه يساوي 10 أضعاف حجمي. ماذا تقول؟ وحش كبير؟ نعم، مثل البشر تماما، لكنه كما يقال عملاق هائل. لا يبدو أن الصدمة جعلته يفقد عقله. يا عجوز، ماذا تقصد؟ أتعني أني أكذب عليكم؟ الصورة قديمة تقول إنه كان هناك عملاق. ماذا تقول؟ أنا رأيته بأم عيني وضربته بخنجري هكذا. حقا فقدت صوابك، يجب أن تهدأ قليلا. سندباد، قل له أن يهدئ من روعه. مهلا يا عم، أنا أيضا رأيت وحشا كهذا من قبل، صدقني. ماذا؟ لم أسمع بشيء كهذا طيلة سنوات سفري، هذا أمر غريب فعلا. إذن متى قبض عليك الوحش وقتلك لن أكون مسؤولا. طبعا طبعا، وأنا عجوز جدا لا أتعلق بالحياة. هيا بنا يا سندباد، هيا. سندباد، أنا سألت منكم جميعا.
ما هذا؟ إنه الصخر، الشخصية الحقيقية للوحش الذي ذكرته هي هذا الصخر. لا يمكن أن يكون هكذا. خنجر في قدمي. نعم، كنا ملتحمين فغرست الخنجر دون أن أشعر. لا تمزح، إذا أخرجنا الخنجر سيهجم علينا. لكن يا علي بابا، ما هو إلا ولد صغير. وإن كان ولدا صغيرا فهو متوحش. ألا ترى أنه يبكي من الألم مسكين؟ ما قاله سندباد صحيح، حالته لا تدل أنه سينقض علينا. عندما طعنته لم أكن أرى جيدا، الضباب كان كثيفا. هكذا ربما تكون هاجمته دون أن يراك، فهو لا يبدو متوحشا على الإطلاق. هيا نساعد سندباد. سندباد، ألا تشعر بالخوف يا سندباد؟ حسنا، الآن سأخرج الخنجر، إياك أن تتحرك. سندباد، هل أنت بخير؟ سندباد، هل لي وعيك يا سندباد؟ أنا بخير. الخنجر مغروس في العمق، لذلك يشعر بكل هذا الألم. أنه أشبه بالمسمار في أخمص القدم. علي بابا، الذنب ذنبك، عليك أن تساعدنا الآن. علينا أن نخرجه تماما كما نخرج المسمار من القدم. ماذا؟ المسمار؟ ها؟ والآن استعدا لنتعاون على إخراجه. أنا سأساعدك. اقترب إذن. يا الله، يا إلهي. هيه، لم يبق إلا القليل. والآن دعونا نعالج الجرح. ولكن كيف نطبب رجلا ضخمة كهذه؟ عندي فكرة. علي بابا والعم على الدين، هل تجمعان أوراق الموت؟ قماش الخيمة التي كنا ننام تحتها. ماذا تريدون؟ ليس لدينا ما نضمد به الجراح غير ذلك. ها
بذرة من أوراق الموز لإزالة الحمى. أعطني هذا الجانب من القماشة. انتهينا، لقد خفت الأوجاع أليس كذلك؟ بالمناسبة ما اسمك؟ هاي، لا يمكن أن يكون له اسم. إذن سأطلق عليك اسما، لأنك ولد وابن عملاق سوف أسميك عمليق. لا بأس بهذا الاسم، اسمه عمليق، اسم جميل. يا عمليق، من الآن فصاعدا لا تدس على الإنسان الذي يضل طريقه. ها؟ والآن وداعا يا عمليق. هيا نرحل من هنا، هيا. لنعبر عليه. في معدته. لن أسمح لك أن تأكلني، أفهمت؟ لن أسمح لك. أنا متأكد من أنني سأهرب، سأحطم معدتك، أفهمت؟ خذ خذ خذ. إن دامت الأوضاع هكذا سأذوب أنا أيضا. سيهضمني هذا الوحش. Oh!
إذا استمر الأمر على هذه الحال سيموت الاثنان. لكن كيف ننقذهما يا ترى؟ هذا هو السؤال. لم تستسلم بعد؟ إذا سنرى. إن أردت، ولكن كيف نتفاهم معه؟ نحاول. عمليق، أرجوك مدد أباك على الأرض هكذا. ها، لا بد أن أخرج من هنا. يجب أن يبصقه إلى الخارج. كيف؟ انظر، هناك شجرة فلفل، دعنا نثيره بها. ها؟ سندباد، أحضر لي حزمة منها. حاضر. إذا سأبدأ. يقفز الوحش. الآن نسوت يا علي بابا، نسوت. طبعا أنا لا أموت. بعد هذه المغامرة العنيفة استأنف سندباد وأصدقاؤه علي بابا وعلاء الدين وياسمين رحلتهم قاصدين مدينة بغداد.